صبري طال شوف كام عام طاب من يوم عرسك صبري طال شوف كام عام طاب من يوم عرسك خير العتبة وسيبها تعيش هدلك وريس وحشيني اسمك الكلام تصبح صبرك وسكاتك بلا حيفي الكلام تصبح بيزي صبرك وسكاتك بلا حيفي عايش في الدنيا ما نساني طوع كلامي وبص اللي جبته خذوه براحتك انا اللي احكي يا اخي عليك
اشرب اشرب ولا عين يخرب 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 واعتبره شر ولا شيء. بس المعنى معنى يعني الغم بيقول ولده ده ما بتخليش يتجوز خد واحده غيرها فاهمين الجماعه من نبك. يلا اسمع مغربون التجيل اللي بيفاوض في القرآن يروح
اللي شايل الطاقة فيها مسلم ومش عارف دينه ينصر او يبقى يهودي. اللي بيحب سيدنا النبي سمعنا تكتب يا جماعة واحنا بنا
سمع معنا وما سمعناش زرعي في الطلاقة ب 14 ألف و 15 ألف كل ما لوش عادة بعد عيد يا سلام عليك لما يكون عاوز تدي لنا الراجل شحاضر القول جود انا عشمتك قاتل بينا الثلاثة ايام ما شلتك قدامك يا ولدي ابوك راجل رئيس لف الدنيا واللي فيها يا عاقر والأمري مصار كويس طلقها واخلص منيها وتقول له يا ابويا يرزقنا الله وتقول له يا ابويا يرزقني الله دهيا تشفف لي الله يا ابوي يا ابوي يمكن بكره يرزقني الله دهيه بتشففني الله يرد يا ابو الغشيم ويحلف يمين الله لو رميتنا نمشي اليمين بالثلاثه على الفلك حمدنا مش عشان بولد اترزق اخوي وبيجي في البيت حاكم ورئيس الولد بقول له اعلن الولد بكلم ابوه بقول له اعلن يا ابوي ده كلامك مش كويس ولا عشان اتجوز اخوي وخلف ولد وبيجي في البيت ريس اللي عطاك يا حبيبي اللي عطاك يا حبيبي يرزقني واشوف العين اللي عطاك يا حبيبي بكره اشوف غير اللي عطاك اخوك يا حبيبي اشوفه بعيني انا متبع كلام ديني انا متبع كلام ديني انا متبع كلام ديني حقيقة من وصلت المعلومة ولا ما وصلتش؟ عن الأب لو جوز ولده ومرته ما بتخليش يقول له ضللها كهربنا يا زكريا انا لو بشرك ببلوم اسمه يا حب اصلا